السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في قناه وصفانات. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقه تحضير سمك السردين بدون قلي وبدون فرن وبدون زيت نهائيا. كيطيب في الزيت ديالو سمك صحي رائع، الاهم انه كيجي لذيذ. كذلك بطاطس مقليه في الفرن بدون قلي، سلطه مغربيه وقليل من الخيار. دائما خليوا لي ارائكم في التعليقات وكذلك انتقاداتكم. إذا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة ما تنسوش تشتركوا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. نخليكم مع مراحل التحضير وكنتمنى تتابعوا مع الفيديو للآخر. أولا على بركة الله فكنحضروا السمك. كتعملوا الكمية طبعا حسب عدد الأفراد، يعني الأفراد العائلة. أنا هنا غنستعمل 1 كيلو، كيلو غرام واحد على بركة الله. فغادي ننظفوا السمك بسم الله في الماء، طبعا كنزولوا ليه القشرة. فانا شاركت الطريقه فقط مع الاخوات المبتدئات. كنزولوا القشره وكنزولوا الراس بهذا الشكل، ها هو كنفتحوا من هنايا. غنحاولوا نزولوا حتى هذه. طبعا راه الاغلبيه كيعرفوا الطريقه ديال تنظيف السمك. ومن بعد كنرجعوا الماء كنغسلوه جيدا. اذا ها هو غادي نوضعوها جانبا وكنستمروا بنفس الطريقة حتى كنكملوا كل كمية. وقت ما غادي يتوسخ لنا هذا الماء فغادي نحاولوا نبدلوه وغادي نعملوا ماء جديد. اذا بعد ما غسلنا كل سمك السردين ها هو، غادي نحتاجوا الان كتوابل. عندنا هنايا الملح حسب الحاجة وحسب الرغبة. عندي هنا 4 فصوص من الثوم. وبالنسبة للتوابل فكنعملوا الإبزار، الكمون، زنجبيل او سكنجبير، الكركم او الخرقوم، والتحميره او البابريكا. فهادو هما المكونات على بركه الله. فكنجيبو هذا السمك كنوضعو عليه اولا الملح بسم الله، الكمون والابزار، الخرقوم او الكركم، زنجبيل، سكنجبير وتحميره. بالنسبه للزنجبيل سكنجبير فنقصوا الكميه، يعني ما تعملوش منه كميه كثيره. فالان غادي نجيب الثوم بسم الله، غادي نزول ليه هنايا القشره ديالو. من بعد غادي نحكو الثوم في الحكاكه الرقيقه ولا الجهه الرقيقه بسم الله. كنحركوا هاد السمك مع التوابل، فغنحركوه غير هكا. مهم كنحركوه حتى كنحسوا بهذوك التوابل توزعوا لينا على كل السمك. الان كنجيبوا مقلاه اللي متوفر عندكم. انا غنعمل هذه اللي هي كبيره لان المقلاه الاخرى فضلت نستعمل هذه كبيره. كنفرشوا هنايا ورق الطبخ، نحاولوا نخليه شويه هكا، نخليه فين غادي نغلقوها. كنجيبوا كاس بالوسط، كنجيبوا السمك كنعملوه على هذا الشكل. الا بغيتوا تحيدوا هادو زولوهم، الا ما بغيتوش خليوهم يعني اللي حبيتو. اذا هنايا من بعد زولت هذا الكاس غادي نحاول هكا ندفع هذا السمك السردين للوسط. فإلا حبيتو تحيدو هادو زولوهم، انا بغيت نخليهم عادي. من بعد غادي نغلقو هذا الورق. فانا غنعمل ورقه اخرى، غادي نحاول بالاول نغلق هذه. اذا الان وضعت ورقه اخرى في الاعلى، غادي نخليها على النار اللي كتكون نار متوسطه حتى
كيتحمر من هذا الجانب الاول، من بعد غادي نقلبها للجهه الاخرى باش تحمر كذلك من الوجه الاخر. من بعد على بركه الله بعد ما تحمرات من الجهه الاولى راه كتحسوا بها تحمرات، حتى ملي كتطلعوا عليها هكا راه كيبان لكم الاسفل راه محمره مزيان. غادي نعمل تعملوا صحن ولا اي حاجه غير باش تبقى محافظين على التماسك ديال هاد يعني هاد السمك. بسم الله غادي نحاول نقلبها، غادي نعمل شي حاجه في يدي لانها ساخن بزاف ديال هاد الشكل ديال هكا. فغير بالعقل غادي تقلبوها، يعني غير بشويه بشويه بالخاطر غادي تقلبوها، ما غادي يوقع لها والو كما قلبتها انا امامكم. ففي الاول كنت غادي نعمل هذا ونقلب به، لكن يستحسن يعني نقلبها مباشره. لماذا قلبتها مباشره؟ لان عملت الورق كما شفتوا راه مغلوق من هذه الجهه، يعني واخا غادي تهزوها تبغيو تقلبوها ما غاديش تطيح لكم لان الورق اصلا هو مغلوق. غادي نخليها حتى تحمر من الجهه الاخرى، وهنايا غادي نرافق معاها البطاطس. كتعملوا الكميه حسب الرغبه، البطاطس ديال الفرن كذلك بدون قلي، واللي كتجي صحيه وممتازه مع السر ديال القرمشه ديالها على بركه الله. فغادي نقطعوها، دائما البطاطس ديال الفرن ما كنقطعوهاش رقيقه، كنقطعوها كتكون غليظه. لماذا؟ لان الا قطعتوها رقيقه فما كتجيش زوينه في الفرن، فكتجي يابسه وكتجي بحال كما كنقولوا بحال لاستيك، يعني ما كتجيش زوينه. ديما نقطعوها هكا غليظه. انا عملت هنا غير جوج فقط، ومن الاسرار اللي كتخلي البطاطس ما تجيناش مقرمشه في الفرن هو الملح. يعني غادي نسلقوها وما غاديش نوضعوا معها الملح، كنسلقوها في الماء فقط. الان غادي نوضعها بسم الله في الماء بدون ملح، وغادي نوضعها فوق النار حتى كتسلق نصف ديال المده ولا نصف سلقه كما كنقولوا. من بعد فغادي نقدم معها سلطه مغربيه. فكناخذ الطماطم كنقشروها كنزولوا ليها الماء، ومن بعد هكا كنقطعوها الى قطع. فهنا غير بغيت نوريكم الطبق بالكامل. فكذلك كنوضعوا البصل او البصله، كنوضعوا معها الملح، كميه من الابزار وكميه من زيت الزيتون او زيت المائده اللي حبيتو، وكنحرفوها. اذا هنايا فكنطلعو هكا راه كيبان لينا تحمر حتى من الجهه الاخرى. فقط صافي كنطفيو النار. اذا غادي نفتح لكم معاكم هنايا باش تشوفوا معايا. قبل من هذا غادي نقلبو، ها هو راه كيجي مقلي رائع ممتاز. ها هو راه تحمر. فهنايا بعد ما سلقات هاد البطاطس فصفيتها، كناخذ واحد المنديل وكنحاولوا اننا نشفوها مزيان من الماء، نزولوا منها الماء ونقلبوها للجهه الاخرى. مهم ضروري نشفوها مزيان الا بغيتوا تجيكم مقرمشه. من بعد هنا وضعتهم في صفيحه ديال الفرن، وغادي نوضع عليهم مقدار ملعقه كبيره من الزيت، زيت الزيتون اولا زيت المائده اللي حبيتو. انا غنعمل الزيتون، غادي نحاول هكا نوزع هاد زيت الزيتون على البطاطس بكامل الاوجه ديالها، ومن بعد غادي ندخلها الفرن باش كتحمر. الفرن يكون شاعل بالاسفل والاعلى في نفس الوقت. درجه الحراره انا غادي نعمل 200. اذا متابعينا هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. فانا هكا وضعته في صحن تقديم، فكتخليوه بداك الورق كتجيبوا شي صحن اخر وكتقلبوه على هذا الصحن، يعني كتوضعوا الصحن الاسفل وكتقلبوه باش كتقلب لكم الصحن الاخر، ومن بعد كتزولوا الورق. هذه الطريقه. الا بغيتوا كتقطعوا الورق من الجوانب هكا، كتقطعوا الورق الزائد وكتحطوها بالورق ديالها في صحن تقديم، نتوما اللي حبيتوا كيبقى لكم دائما الاختيار. هذه هي النتيجه النهائيه ديال البطاطس، راه باقا ساخنه كتجي مقرمشه ورائعه. كنتمنى من كل قلبي يكون فيديو اليوم نال اعجابكم. دائما خليوا لي ارائكم في التعليقات، كذلك انتقاداتكم. نخليكم تلاقاو فيديو قادم وصفه اخرى ان شاء الله.
استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.